سعد الله صباحكم متتبع يومية مهاجر من داخل أو خارج المغرب. الآن راني نمسح الطابلة راني نوجد الفطور تاع الصباح، نوجدو المسائل ديالنا بحول الله. بقاو معنا في الفيديو، غادي نمشي نجيب الصينية ولا تاي. بقاو معنا دائما في إطار تهيئ مائدة الإفطار تاع الصباح. راني جبت الخبز، راني جبت تيبان، هاهو تيبان، راني جبت هاد العصير. رحنا جبنا هذا، راني نمشي نجيب الصينية من الكوزينة ونجيب الكوفيتير ونجيب الموس ونجيب المعارق. وراني معكم، مرحبا بكم جميعا. هذا هو فطور ديال الصباح ديالنا هنا في إسبانيا، دائما مع الحجر الصحي، البقاء في المنازل. فطور رائع، نتمنى واش يعجبكم هذا الفطور تاع الصباح. يا ربي ترحمنا ويا ربي تحفظنا وتحفظ الجميع، يا ربي يبعد عنا هذه الأمراض والإسقام. بقاو معنا في الفيديو، غادي نمشي نجيب الفطور ونجي. أنا مشيت جبت الكيسان، مشيت جبت العسيلة هاهي. إن شاء الله هاد النهار غادي نفطرو بالعسل باش نزيدو نقوو المناعة ديالنا، تكون عندنا مناعة قوية إن شاء الله بحول الله. بقاو معنا، مشي نجيب لاتاي ونجي. الإخوان هو لاتاي، حنا جبناه، نطلبو من الله يطلع زين، إنما لاتاي شرينا لنا هداك مقيناش المليح. هنا السلاكي، الحجر الصحي والمنزل عندك تخرج برا. ها هو اياك، حافظ على نفسك وحافظ على الجماعة ديالك. يو تهرس الكاس، نار عاضي نو باس انادا ترانكيلو بين كاس تهرس لا تحامي. معليش نو باس انادا، تهرس لنا الكاس مزيان مزيان الزاج طايح. سي كلار علاش نقص انا على جايب عليهم موات. انتوما تشوفوا انا شنو نقطتين الملح شرينا نتاع الشاي الصيني باللي شويه هي هون نضيف بالي وسيب علينا. لا 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 ديالنا لا 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 الكاس لا تاي لا الكاس كان بارد وباش لا الكاس تاع تاع الهمة يعني كاس تاع السلام. الحجر الصحي ها هو فين تشخشخ، ها هو تشخشخ لنا الكاس. ها تهرس معليش الزاج قال لك مين يدير مليح مين يتهرس نحليوه شويه، قال لك حلي باش تولي. انا سيدي مرحبا بالجميع، فطور الصباح باسبانيا انا زيد اخويا مرحبا بك. غادي ندير واحد بوغادي واحد الخبيز ندير فيه شويه عسيره بريميجا ومدبره حكيم. المهم ديبانيو تهرس كاس، راه عندها مزيه واحد الكاس، هما نشربو في نقطعو قرعه ونشربو فيها. الله يسر ويحفظ. هنا هنا واحد الفريميجا، هيا فريميجا، هاو السكر، طلبو من الله باش يحفظنا ويحفظ الجميع. المهم باقيين بديورنا، المرحلة الثانية من الحجر الصحي في إسبانيا، احنا ملتزمين نخرجوا للضرورة إذا كان خصنا شي مصروف ولا شي حاجة. أنا سيد ندور هاد الفريميجا، ونتوكلوا على الله والنبي رسول الله، ندير واحد شوية عسيلة وغادي فيها العسيلة مفيهاش كوفيتير. هاهي العسيلة، هاهي جديدة غادي نحلها. هادي عسيلة بارك الله، هي عسيلة أوريجينال. نديرو شويه العسيلة هنا. هنا سيدي هنا مرحبا بالجميع. بسم الله
فطور الصباح متواضع نفطروا ونوليو البلاصة. هاد السنة راه البلاصة هذا كاين النوم لا النوم يا ربي تحفظنا يا ربي تحفظنا. أسعد الله صباحكم بكل خير جميع المتتبعين وجميع الناس. الله يحفظنا الله يشافي الجميع الله يرحم الموتى ديالنا. بعد عشينا بالصباغيطا وين الصباغيطا باقي من على الموسى عشيت بنص ونص وني في ربعين بخيرة عسيلة فرماجة باجا شي بركة. يعني صعب بظن ما شنا بها نزيدو واحد شي عسيلة هاكش عسيلة دوكلوري خينا اسبانيا معروفة بالعسل. عسيلة فرماجة وبنادم يفطر فطور الصباح ونمشيو هاديك نتا ديك ربعة ولا خمسة نديرو ندبرو نتفتو هاديك ما ناكلو أو نديرو بعد واحد كويس داي نو غالي الدنيا. ما تنساوش اللايك ما تنساوش باش تفعلوا معنا دفع الفيديو ديروا لنا جيم وابونو تعاونوا معنا البصمه وبارطاجيو لنا هذا الفيديو. انا في الحجر الصحي ها هاي العسل هاي تاع برا مرحبا بالجميع. بغيت نشارك المتتبعين ديالي من داخل خارج المغرب الفطور ديالنا يعني دابا الفطور نجي ندير لك البلاصه نتاع او غادي نولي للبيت عاود كنطيح قالوا لنا تبعدوا حنا قاعدين ما نخرجوا ولا شي يعني منفع المواطن مادا فيها منفعة المواطن نقعدو علاش غادي نخرجو منخرجوش. هيا سنيدة غادي نديرها في شي الملح هادي سنيدة هاهي غنفوتو غادي نفوتو النهار عليك نفشي هذا خبز باقي شايط نملو الخبز ديالنا بسم الله. ها؟ أو كل ليلة هل أنا جاي؟ خصوصا في المبر في نفس الوقت ها؟ في نفس الوقت وديلو النهار بلا اللي كلارو لا تستعملو الصباح تشربو العشية لا لا هي في المدينة قاش هو ما بينش لوسخ أصلا ما بينش لوسخ هو دير المبر في نفس الوقت خليه يغلي راسو الماء يطيب وهذا يطيب ماشي يطلق لان ما يومي فهمتني غادي ندير نعطيك لا هي هذه اللي كيديروا هذا راسو في الصحراء كيديروا اللي يطيبوا خرج مجمر مرحبا حصلنا تعصبنا شحال البارح سبعة وثمانين ها؟ سبعة وثمانين لا التوتال جلوبال سبعة وثمانين لا الموتى ماشي سبعة آلاف سبعة وثمانين في الحصيلة تاع اسبانيا تاع الإصابات ويمكن راجل سبعة آلاف تاع الوفاة. يا ربي يا ربي تحفظ البلاد ديالنا وتحفظنا جميعا ويحفظ الإخوان ديالنا اللي راه في المهجر ويحفظ المغاربة ديالنا ويحفظ البلاد ديالنا. حوايج صبحتو خير في اسبانيا
هو ذات تتبع شكرا تنقص تنقص بابا يا ذنب في اسبانيا طلعت قال على الوضع يا ذنب في اسبانيا كانت 5000 ولا 7000 7000 الله يحفظ الجميع الله يحفظ الله يرحم اللي ماتوا الله يعافي هذو اللي مساكين مراه المغرب راه قريب 580 570 الله يحفظ السلامة اللهم اصبحتوا خير دابا كويس على نون وديك بدا علينا الجوع غادي ندير بها شويه تاع العشاء دابا نزيد بها شويه العشاء باش يجي المسائل بنينه دابا نور العشاء داكشي مذاق واحد الحمد لله جدول العصير سيب علينا هنا نديرو عويصه نكملو الفوطو ديالنا كي العاده بسيط ماشي زيت املو ارقان لا عادي الزيتون لا 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 فطور خفيف وظريف وما كانش عندنا الشربويته والخبز ولا اني كاين هادشي بصح حنا نضيف انا باقي نشوف فرماجات هنايا وهاد العسيله نفطر ضروري نتهلاو في الصحه ديالنا هذا الا ما تهلاش في الصحه ديالو هادني ماشي بالافراط بلاتي عليه ويطلب يقول يا ربي يا ربي تشافي العباد وترفع علينا هاد الافات وهاد الامراض الاوباء هذا هو اللي خصو الواحد يقولو من يفطر من الاكل راه هنا اللي حلينا عينينا وحنا ناكلو دابا الاستغفار والبقاء في المنازل حفاظا على صحتك وعلى صحتي وعلى صحة عائلتك وصحة عائلتي والمجتمع ككل باش نحافظوا عليك وعلى دارك انت قاعد في دارك انا قاعد في دارك الحمد لله سامي غادي باش دير كي نقول لك دير دير تما الان ما بقي لي الا ان اقول لكم تحيتي الخالصه للجميع من داخل او خارج المغرب نبقاو نقولوا يا ربي ترحم الجميع واللي ماتوا الله لا واللي ماتوا اللي ماتوا الله يرحمهم واللي مرا الله يشفيهم اللهم ارفع البلاء وادفع الوباء واجعل بلدنا آمنا مطمئنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته